واللفظ الثاني قول القائل الله ما شفناه لكن بالعقل قد عرفناه، هل هذا القول صحيح؟ هذا ناقص، ما هو بالعقل، الله ما هو معروف بالعقل فقط، معروف بالعقل والشرع والوحي وبالأدلة الكونية والأدلة الشرعية. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، لو كان يكفي العقل ما نزل وحي ولا بعث رسل، نقول يكفينا عقولنا، ما هو بالعقل فقط.